واحنا بنتكلم مع بعض كده بقى عن منتخب مصر وعن نادي الزمالك، فمعانا كابتن محمد شعبان لاعب نادي الزمالك السابق. ابو الكباتن مساء الفل واهلا بيك في قناه نادي الزمالك. حبيبي يعني منورنا في بيتك قناه نادي الزمالك، وحابب بقى اخد رايك كده قبل ما نتكلم عن الزمالك عن اداء منتخب مصر في لقاء انجولا. حبيبي هذا في البداية كده أنا بتشرف بيك وأنا اشكرك، من أشد المعجبين بيك بصراحة، يعني شرف البرنامج ليا يا ابو معاك ما الكباتن. بقدرش أسيبه. ده في البداية. ثانيا هنتكلم على المنتخب. الفترة اللي فاتت دي أصلا المنتخب كان بيمر بظروف صعبة، في تغيير أجهزة فنية، كابتن حسام ما كانش موفق، بعد كده جالنا مدرب أجنبي عاوز يشوف عاوز يجرب، لكن كانت المدة اللي هو المفروض يجرب ويرجع المنتخب يقف على رجله فيها كانت مش كبيرة قوي، وكان لازم يتفرج على الناس ويضم عناصر جديدة، فكانت الدنيا برضو مش مظبوطة معاه. لكن يعني الحمد لله احنا نحمد ربنا ان الدنيا لمت بسرعة، ماتشين ليبيا أثروا بالإيجاب جدا جدا معانا. صحيح، الماتش اللي فات أنا بحسده على ثباته، بحسده على التدخل بتاعه القوي جدا والجرأة بتاعته، لأن أنا أعتقد إن هو في الشوط الثاني أو لو هو مدرب مصري، طبعا مع احترامي لكل المدربين المصريين، ما طبعا كانش هيعرف ياخد القرار بتاع عبد الله السعيد ومصطفى محمد بسرعه. لكن هو عشان مدرب اجنبي ومدرب عنده كم من الخبرات اللي هو يأهله ان هو ياخد قرار زي ده، تدخل سريع جدا، خاصه ان انت كنت يعني متأخر بهدفين. لكن انا معجب بالراجل جدا، معجب بجرأته، قدر يرجع رغم ان احنا الشوط الاولاني ما كناش كويسين، لكن برضو لو جيت تتكلم تكتيكيا هو كان قافل ملعبه بشكل كويس ومش مستعجل، وهو يعني حتى اسلوب اللعيبه بتاع مصر ماتشين ليبيا صحيح والماتش اللي فات حتى وهم مش واصلين لل هقول لك ايه لل 18 بتاع الخصم هم برضو ما زالوا هاديين. فانت لو انت ما انتش عارف قد ايه الراجل ده بيلعب بتكتيك انت هتقول ايه، لا ايه البطء ده، لا هو كان بيلعب بتوازن، ما هو زي استعجلش ما قال حتى. كان خايف من الرطوبة والحرارة على في الشوط الأول، ولكن ده الحمد لله حقيقي قدرنا نعمل ده نتيجة حقيقي إيجابية وهي ده التعادل. حقيقي ده طب انا شايف بقول لك كده يا كده أبو الكباتن إن الرجوع ممكن كان اللقاء خايف الجاي بصراحة. يغير التشكيل، ممكن يريح بعض اللاعبين، يجرب بعض اللاعبين، إحنا خلاص حسمنا الصعود للمرحلة اللي جاية. والله هو برضو يعني تكملة برضو لإعجابي بكارلوس كيروش، هو يعني انت بتتكلم في عناصر جديدة واستبعاد عناصر أساسية، الراجل مش قصة بيجرب بقى، الراجل هو بيدي الفرصة لأي حد هو مقتنع بيه. صحيح، فالمباراة اللي جاية دي أنا أعتقد إن هو ممكن يلعب بتشكيل جديد، يجرب ناس أكتر عشان ممكن في المرحلة اللي جاية هيبقى محتاجهم، وطبعا ده بيدي له الحق، خاصة إن أنت خلاص الحمد لله صعدت أول مجموعة وأوريدي صعدت التصفيات النهائية لتصفيات كأس العالم. طب هل بقى حضرتك متفائل كده يا ابو الكباتن في اللقاء الجاي، اللقاء الفاصل اللي هيكون في شهر مارس، وتتمنى نقابل مين من المنتخبات؟ والله يا ده بص يعني اتكلم بصراحه، اكلمك كلاعب كوره بقى مش كمشجع، ماشي، العقليه بتاعتنا دي لازم تختلف شويه. يا رب ما نقابلش المغرب، يا رب ما نقابلش الجزائر، يا رب ما اتفق نقابلش معاك غانا. تماما. انا كنت لسه بقول كده في الانترو، يعني انت لو كنت معانا يعني واحنا بنعمل السكريبت. قصه كده لازم تتغير بقى، عشان يعني انت عايز تسحق كاس عالم ولا لا؟ لازم يكون في فرق طبعا بينك وبين كل الناس اللي موجوده، انت منتخب مصر، انت رقم واحد في افريقيا، مع احترامي طبعا للجميع خاصه الجزائر اللي بيعملوا اداء يعني اكثر من رائع ومن مده كبيره جدا، انت بتتكلم 30 ماتش او 32 ماتش بدون هزيمه، لكن انت برضو ما تنساش ان انت منتخب مصر، ما تنساش ان انت عندك عناصر يعني دلوقتي الناس كلها بتخاف منها، من محمد صلاح ان شاء الله، عمر مرموش يرجع، تريزيجيه رمضان هيكون رجع يكون، ان شاء الله، انا يعني اتمنى الناس يكون رجع كلها الناس وجاهز. كلها تبقى موجود. لكن انا متفائل جدا ان شاء الله، ان شاء الله متفائل رقم واحد بالمدرب جدا، عمل طفره، الناس كلها في كده ارتياح، وفي نفس الوقت واصل ده للعيبه فبيلعبوا باريحيه وخلاص ورجعوا الثقه لنفسهم تاني، وان شاء الله ده هيساعدنا في المرحله الجايه ان شاء باذن الله الله. نحتفل كلنا بالصعود لكأس ان شاء العالم. الله. وحابب بقى اسال حضرتك كده عن لقاء الزمالك والاسماعيلي يوم الجمعه، وده لقاء بقى قمه في الجوله الرابعه، شايف اللقاء ده هيكون عامل ازاي، وهل لعيبه الزمالك هتتاثر بعد لقاء القمه؟ انا شايف ان لقاء القمه ده موضوع كبير كبير قوي، صحيح، احنا دايما احنا بنضخمه في نادي الزمالك، محدش يزعل مني، انا لعبت في نادي الزمالك ماتشات النادي الاهلي دي، مع احترام النادي الاهلي ومع احترام لاي حد، ما اعرفش ليه بيبقى في فارق بين 3 بونت النادي الاهلي و3 بونت اي فرقه، يعني ما هو ده 3 بونت وده 3 بونت، لو احنا صحيح، لعبنا بالعقليه دي
صدقني هنكسب الاهلي رايح جاي، صحيح. لكن دايما بيبقى في ما اعرفش اجتماعات ولغط كتير، والموضوع بيبقى في لود كبير جدا على اللعيبه، يعمل وده ضغط على ظهر اللعيبه الشوط داخل الاولاني. الملعب. ده ظهر الشوط الاولاني، العب العب انت، لا انتوا لعيبه كبيره كلكم، منتخب مصر ومدرب كبير وانت بطل الدوري. اعتقد ان خلاص هو 3 بونت وفاتوا، مجرد ماتش. احنا السنه اللي فاتت خسرنا من النادي الاهلي وخدنا الدوري، السنه بتاعت فريده خسرنا من النادي الاهلي وخدنا الدوري. ده ماتش احنا بنلعب على بطوله، ان شاء نخسر الله. الماتش مفيش مشكله، لكن انت بتلعب على بطوله. ماتش الاسماعيلي انت هتلاقي فرقه برضو عندهم ظروف صعبه جدا الفتره اللي فاتت، وعاملين تغيير مدرب، الدنيا مش هتبقى وردي مع النادي الاسماعيلي، لان هو برضو عندهم قوام كويس، عندهم انت بتلعب في الاسماعيلي في الاول وفي الاخر، انت بتلعب النادي الاسماعيلي، صحيح فالمباراه مش صحيح هتبقى سهله. صح، لكن اعتقد ان شاء الله ان شاء الله هتبقى بدايه جديده لنادي الزمالك، ان اتمنى هو يعود لصوابه تاني وينسى مباراه القمه، وان شاء الله 3 بونت مهمين جدا 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 إن يرجعوه شاء في تاني الله. المصيف. يعني الكلام مع حضرتك بصراحة بيكون ممتع جدا، حبيبي يا وأكيد قطع، بقى حبيبي هتنورنا في الاستوديو نتكلم براحتنا. حبيب قلبي، بس شوية قهوة بقى لما اجي لك ونظبط الدنيا. لا خلاص القهوة موجودة، أنا مستني حضرتك. نورتنا يا أبو حبيبي الكباتن. حبيبي قلبي يا اخويا والله، ربنا يخليك يا قطع. أشكرك يا أبو الكباتن. طبعا نجم نادي الزمالك كابتن محمد شعبان اتكلمنا معاه فيما يخص منتخب مصر وفيما يخص نادي الزمالك.